انت مش اقل من جزرايه او خيرايه مربوطين في كيس محطوطين في درج التلاجة. ايه الحكمه الغريبه دي؟ دي حكمه انا قايلها وكاتبها في ورقه وحاططها ملزقه على الحيطه عندي في الاوضه. كل واحد بيخش يقول لي ايه الكلام الغريب ده، انا اقول لك الكلام الغريب ده اتعلمنا في ابتدائي في عمليه الفوتوسينثيز، عمليه التمثيل الضوئي، ان اي نبات علشان ينبت ويكبر محتاج 3 حاجات: تربه، شمس، ميه. بالرغم من ان الجزرايه او الخيرايه اللي مربوطه في جوه كيس محطوطه في درج الثلاجه ملهاش شمس ملهاش تربه ملهاش حتى ميه، الا انها بتنبت وبتزرع. فعيب عليك قوي تبقى جزرايه او خيرايه اقوى منك. خلي عندك روح الوارير المحارب، عندك البيرسيفيرنس المصابره، الانسيستنس الاصرار، السرفايفل النجاه. خليك محارب، وعيب قوي تكون جزرايه او خيرايه تكون اقوى منك. استمر في النجاح حتى لو موارد النجاح اللي حواليك مش متوفرة، انت اصنعها.